لنا شنو وقع؟ كشربوا شي حاجه مساكنوا، والمهم اللي كل من شي حاجه سامه اللي شرب من داك الشيء كله مات. هذا ولدك ولا؟ لا سيدي، ولد نسيبي نسابي جوج ماتوا. شحال بعمرهم؟ واحد خاطب له باه راه مدير له بدا هاز مصوم معدل مرته كتبكي. شحال العمر؟ العمر عمر عنده شي 30 ولا 29 هكاك تقريبا. هذا اللي باع، هذا باع اليوم هاد ما نقدرش تكذب عليك، باعوا لهم كيخرجوا من الوزين وكيبيع. هاد السيد الله اعلم شنو وزين؟ شي وزين ديال الحد ولد جلول وقيل الله اعلم. قالوا اسيدي وما تقول وما تاخذهاش مني انا. شي حد من العائلة؟ واحد من الناس. واحد من شحال بعمره؟ واللي قال لك الاخ 29 سنة في عمره. 29 سنة في عمره. قالوا واحد جاب واحد الصاك كيبيع الدراري بقنينة بحال هذه، هي بحكوا هي ب 10 دراهم ولا هذه، الدراري كيفاش يخلطوها؟ ها النتيجة ديالهم فين وصلت؟ بالمناداة الشباب. بالمناداة. هذا الوزين كاين في سوق الحد. اين وزين؟ وزين ديال سبيريتوز، واحد المادة تمشي لاوروبا تصنع منها كل شيء. ها هي الروح ديال الروح بحال ديال هذه المادة. هذه المادة تياخذوا منها بنادم تياخذ منها كاس ولا نص كاس تيتخلط مثلا بثلاثة يطرو ديال الماء، يلاه تيجي معتدل واحد النسبة. من الدوار تيكاين كاس ب 400 درهم، بنادم ما عندوش الغالب الله تيبغي ينشط تيقول لهم رخيصة ويا عند رخصو تتخلي نصو. بحال هادشي كيما طرا دابا لهاد الشباب هادو، أغلبية على الشباب. دابا راه وصلت الحالة ديال 20 واحد اللي توفات واللي باقي الله يشافيهم والله يعافيهم. وهاد المادة هادي راه خطيرة. عمرك شربتيها أنت؟ أنا فايت شاربها ولكن ماشي بزاف، شربتها شي مرة جوج مرات ولكن راه قوي. تدوخ؟ تدوخ هي، راه تنقول لك نص كاس. بحال الشراب بحال الروج. وراه هي تنقول لك اش من روح الويسكي، راه ست مادة قاطعة راه تقريبا متشابهة مع الماء القاطع. شحال كاين من موت هنا؟ ما عارفش، ولكن دابا راه كاينه شي ربعة اللي دابا جوج مهزوزين وواحدين مقطوطين وعاد اللي مشاو. كيفاش مهزوزين؟ مهزوزين في لابيلانس. باقي انا ما يعني هزيناهم غنديو. دابا حكي لنا كيف وقعت لهذا السيد ديالك. شربت انا هذه المسمومات هذا الشيء اللي شحال عمره؟ شي 30 سنة. خلى بنية ومرية مرادية. خلى البنية عندها 4 شهور. البنية عزيز المالكي. نعم عزيز المالكي. دابا شتي انت انا وراوه لك. يلا شتو اخويا. يلا شتو هزيناه في لابيلانس. دابا غنديه فين غادي نبي؟ سيد الهاشم. سيد الهاشم البحراوي. باش تمنوه. هذوك اللي قال لك اللي باعوه هذا الشيء توما نتمناهم الله والدولة تاخذ فيهم الحق. هذا هو اللي كاين. اما ما راه محنونه صح، محنونه بزاف والله. كي واش هذيك المدينه مولفه تبيع بهذا النوع من الشراب ولا اول مره خرجت؟ هي في الصراحه دائما كيتباع هذا الشيء. هذا تما دائما كيتباع هذا الشيء. دائما كيفاش يصاوبوه؟ لا خويا ما كنعرفش. ما عمرهم ما قالوا كيف مثلا واش يخلطوه بالمناضه؟ يعني كيشريو هذاك المسمومات وكيديو يخلطوه في المناضه وكيشرب صافي. هادشي اللي عارف انا.